يا شيخ يحيى. ايوه الحمد لله على السلامه. الله يسلمك. قول لي ايه ظروفك النهارده؟ هو خبر نزل نزلته لك انا على يقين. الحمد لله نزلت طلعت الصبح افراج صحي وجيت اهو في نص مده في الكشف دوت. طب ايه بقى احكي لي بس يعني من ساعه ما عرفت الخبر من امبارح. اقول الحمد لله الواحد كان سعيد بس ما رضيتش ابلغ اهلي يعني عشان ما يحصلش مفاجاه زي ما حصل قبل كده يعني. وطلعت بره بلغتهم لما روحت يعني. طب الاجراءات كانت ميسره ولا كان فيها تعقيدات؟ لا ما كانش فيه تعقيدات بس يعني قعدنا ساعتين في القسم بس ما كانش يعني حاجات اداريه يعني. كانش فيها اي مشاكل ثانيه يعني. طب انت شو رايك بعد قضيت كام سنه في الله؟ 16 ونص كده. 16 ونص. طب ايه شعورك بقى؟ اقول الحمد لله رب العالمين يعني لسه الواحد بقى ما يعني ما عاش الموقف يعني. يعني اول رمضان تفطروا من كام سنه؟ اول رمضان من كام؟ من 16 سنه. 16 طيب. رمضان اظن انت اسمك برضه في نص المده مش في نص المده في 42 يعني خدت عفو صحه قبلهم بيوم بس كده قبلهم بيوم ربنا يسرها كده ويجعله خير ان شاء الله. ان شاء الله ان شاء الله ان شاء الله ربنا يسلمك. الله يسلمك. الله يبارك.